صباحا. صباح الفلات وينسى الكل، صباحك الضحكة الصافية والموجات الإيجابية إن شاء الله يا ربي. مواليد نهار اليوم 7 فيفري حيين بألف خير كما الممثلة التونسية عايشة بن أحمد اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها. عايشة بن أحمد اللي صنعت اسم من ذهب في الشاشات التونسية والمصرية، المعروف زيدا أنه مولود اليوم من برج الدلو، هو البرج العاطفي الحساس، هو البرج اللي يحب الحب، يعشق الحب ويحب زيدا اللي يحب الحب. إذن فأنت تنشاشي بشاشة الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتهي. والبداية مع برج الحمل، البرج الفنان، يوم ممتاز بعيد عليك الضغوطات الظروف الضغطة، راهي أجواء تشجعك على التعبير، قولها ورد بالك لا تخبي. الثور هي نصيحة، رد بالك من التسرع في اتخاذ أي قرار، أنا نبهت وأنت دليلك ملك. والجوزاء راهو نهير الفلوس، هو إن شاء الله أنت وباقي الأبراج الفلكية أياماتكم كلها صحة وفلوس، تتحل قدامكم برشا بيبان. الأسبوع الثاني يا جوزي من فيفري راو فيه برشا برشا خير، مكش وحدك، حتى سرطان عنده فرصة مالية، تتحسن وضعيته المادية، وعلى فكرة فما استقرار عاطفي. الأسد راهو مستقبل جيد، لكن فما بعض الخطوات اللي مازلت ما كملتش، فشت السنة باش تكمل اللي بديت، ونحبك تركز وإن شاء الله يا ربي غدوة خير. العذراء راهو عندك الراحة بعد نجاح، انت تعبت وتستحق هالفرحة الكبيرة. نتعدي ونحن لل ميزان، رد بالك من الأفكار السلبية حتى كان حسيت بعض التحديات، مثال شراهو اليوم مغيمة عادي غدوة تشرق شمسك من جديد. وكان على العقرب، انت مطالب إعادة النظر في بعض المواقف اللي خديتها في فترة غش، زاد عادي يصير وإن شاء الله يا ربي غدوة خير. القوس نهير الفرحة، ممكن فما قرار يخص وضعيتك العاطفية، عندك زواج، نعم ارتباط جدي يستنى فيكم، حتى هي فترة العزوبية كأنها طولت شوية. أي جدي تعيش الحب والطاقات الإيجابية، لو عندك سعادة، عندك إفاق جديدة، فما راحة وأخبار ممتازة، ممكن خدمة جديدة في الأفق. وكان على برج الدلو راهي تتغير الأحوال، تعيش استقرار، وعلى فكرة فما سفر. ونختمو مع الحوت، راهو نهاير ممتاز مهنيا، فما استثمارات ناجحة باش تكون على قريب. دقيقة حظ.